وكل ضلالة في النار. أما بعد إخوتي الكرام، قلنا مع سلسلة عظيمة مفيدة نافعة جدا في التقرب من رب الأرض والسماوات بالصالحات بعد الصالحات والحسنات بعد الحسنات ورفع الدرجات مع تعظيم الحسنات، هو التعرف، حسن التعرف على رب الأرض والسماوات بالتعبد بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. وكنا في مستهل الكلام على الحلقة في الحلقة الماضية على الكلام على اسم الله الأول، وأن هذه الأسماء ثابتة لله جل في علاه بالكتاب والسنة. قررنا قبل ذلك أن من قواعد الأسماء أن أسماء الله توقيفية، وأنه لا يجوز تسمية الله جل في علاه إلا بما سمى به نفسه في كتابه أو سماه به النبي صلى الله عليه وسلم في سنته أو كان الإجماع على ذلك، ولأن الإجماع مستند الكتاب والسنة، الأول والآخر والظاهر والباطن. فقد قال الله تعالى وهو الأول والآخر والظاهر والباطن، قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. قلنا من عظيم ما يثمر التعبد لله بهذه الأسماء هو قطع العلائق وجمعية القلب لله جل في علاه متوجها، والإخلاص التام مع الشكر التام مع اليقين التام بأن المرء ليس من نفسه من خير إلا ما كان من الله جل في علاه له. وكان ابن تيمية يقول ما مني من شيء ما بي من شيء، الكل من الله جل في علاه، لأن الله في أولياتي هنا أولية مطلقة، لأن الله له الأولية والآخرية، هو الأول والآخر سبحانه جل في علاه. لذلك قال أنت الأول فليس قبلك شيء. قال الله تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فكل ما يجد المرء في نفسه من إحسان من تمام النعمة بعلم أو تعلم أو نشر العلم، من تعبد لله جل في علاه، من صيام أو صدقة أو حج أو قيام، ما يكون إلا من الله جل في علاه، لا يقول من نفسي. ولذلك من جهل أولية الله جل في علاه قد يرجع إلى نفسه بالنظر إلى ما هو فيه من الخير فأشمخ بأنفه ويكون الكبر يمتلئ قلبه. ولذلك الله جل وعلا قص لنا وبين لنا هؤلاء الذين كفروا بنعائم الله جل في علاه وكفروا بالله تكبرا وتدبرا، عندما قال إنما أتيته على علم عندي. قارون قال ذلك، ما قال بأن هذا من الله جل في علاه، قال إنما أتيته على علم عندي. ودخل جنته وظالم نفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، لأنه ما أعطاه إلا لنفسه. سنون خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن الخائن ويخون الأمين وينطق الرويبضة. قال وما الرويبضة رسول الله؟ قال رجل التافه أو رجل الفويسق يتكلم في أمر العامة. فهذه أيضا ظهرت وظهر فيها كثير من المسائل، فشو القلم. وانت ترى يعني اكثر المصنفات ابو كذا الاثري ابو عبد الله الاثري، مصنفات كثيره جدا، وتجد كثير من الدعاء عندهم الثقافه الاسلاميه. في فارق بين ان يكون راسخا في العلم عالما متقنا لقواعده واصوله ورسوخه في العلم يظهر ويتجلى، وبين ان يكون رجلا داعيه، رجل له ثقافه اسلاميه، رجل له حلو عذب الكلام، طريقته في الإلقاء طريقة طيبة يجذب القلوب، لكنه ليس بعالم، لا يرجع له ولا يسأل في عضل المسائل. ليس كل من تصدر أن يكون عالما. الإشكال، كل الإشكال أننا في زمان كثر فيه الدعاة أو كثر فيه القراء وقل فيه الفقهاء، وهذا زمان أيضا آخر الزمان، لأن ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه قال للصحابة أنت في زمان فيه كثرة الفقهاء وقلة القراء وقلة الدعاء، يعني القصاصين أو قلة الذين يقصون القصص على الناس، وسيأتي زمان يكثر فيه القراء ويقل فيه الفقهاء، وهذا شر القراء في هذا الزمان. قال يكثر فيه القراء ويقل فيه الفقهاء، وهذا الزمن الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. فلذلك نقول بأن مسألة هل نحن في آخر الزمان؟ نعم نحن في آخر الزمان، لا سيما الفتن المتلاحقة المتضافرة التي تأتي تترى فتنة يقول المرء هي مهلكتي، فلما تمر يستصغرها فتأتي فتنة أعظم منها
فيقول هذه مهلكتي. عندما يحسب أنها وقفت استطالت وتزداد وتتنامى، كما قال النبي ما لي أرى الفتن حولكم كما وقع القطر كثرة وإيش وعموما وشمولا في آخر الزمان تزداد الفتن، لأن عذاب هذه الأمة بالزلازل والفتن والمحن، لا سيما أن في هذه الأمة سيحدث الخصف والمسخ في آخر الزمان.